السلام عليكم، واش راكم مبروك؟ ادخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ولهنا وباش تمنيتو. غنقترح عليكم اليوم غريبه لذتها في بساطتها، كتوجد بسرعه، ما كتحتاجش منكم مجهود كبير. بالنسبه للمقادير غنستعملوا 500 غرام اي نص كيلو ديال الكاوكاو بلدي صغير محمر مزيان وبلا ما تحيدوا له القشور ديالو، و 100 غرام سنيده. انا اختاريت سنيده اللي كيكونوا حبيبات ديالها رقاق، ونص كاس ديال الماء الزهر اللي غنستعمل، ولكن من بعد ان شاء الله غنقول لكم بالضبط شحال خدات ليا ديال الماء الزهر، ومعلقه كبيره ديال الجلوكوز، هذا هو اللي كيعطيها تعليكه خاصه وزوينه. وغنفندها في الزجلان هنا، غير مصهد، غير صهدته ماشي حمرته بزاف، حيت مازال غادي يدخل الفران، وجوج ديال الابيض البيض. وبالنسبه للتزيين غنحتاج الشوكولاته ابيض والشوكولاته اسود. بالنسبه للشوكولاته ابيض انا اختاريت هاد لا مارك غالا، كيذوب بسرعه وما كيعذبناش، ماشي غنستعملو معاه زبده ولا زيت ولا حليب، كيذوب غير هكاك بوحديتو، وحتى الثمن ديالو جد مناسب. خديت الكاوكاو محمر هنا، ولا بدا كيخصكم تحمروه مزيان، حيت من بعد ما غاديش ندخلو للفران بزاف، انتما ان شاء الله غادي تشوفوا معايا. وغنطحنو مزيان، ولكن ماشي حتى يطلق ديك الزيت ديالو يتعلك، غير تطحن مزيان وصافي. ونضيف له سنيده ونعاود نزيد نطحنو مزيان، شوفوا معايا كيفاش ولات لا تيكستور ديالو. ودابا غنضيف معلقه كبيره بومبي ديال الجلوكوز، كيف قلت لكم الخليط ديال الكاوكاو وسنيده راه هي اللي كتعطي تعليكه غزاله ومذاق هائل. ومن بعد غنضيف الماء الزهر، انا كنضيف وانا كنعجن بشويه بشويه، ما نضيفش هاد نص كاس كله، حتى نشوف من بعد شحال غادي يقدني. انا بالضبط هنايا درت نص كاس ديال الزهر وجوج معالق كبار قياس، جوج معالق كبار. مهم انا كنعجن فيه وانا كنضيف في الزهر حتى يتماسك ليا العجين، ما يكون ما ثقيل ما خفيف. وغناخذ شويه وغنكوره وندير له تقيبه من الوسط، الى العجين ما تشققش ليا من الجناب يعني صافي سي بون، ما نبقاش نزيد الزهر، راه هذيك الساعه غتكون وجدات عندي. وهنا غناخذ زليفه صغيره غندير فيها شويه ديال الزهر باش نبقى غير ندهني ليا شويه حدا العجين كيتلصق. وغندير كويرات، انا هنا ما استعملت لا ميزان لا والو، غندير غير عيني ميزاني عادي. غنكور كويرات ونبسطهم شويه، غندوزهم في بيض البيض، حتى بيض البيض راه ما درت الاولى لا خل لا زهر لا والو، عادي خليته على طبيعته. ومن بعد غنفندهم مزيان في الزجلان من جواه كلهم، وغادي نحاول ندير تقيبه شويه غارقه الوسط. انا استعملت غير واحد الموس عندي، اليد ديالو هي باش تقبت، وانتوما تقدروا تستعملوا غير يديكم غير صبعكم عادي. المهم التقيبات بغيتهم يكونوا انايا نفس القياس، ويجيني في التالي يجيني الشكل زوين ومفيني مزيان. هاد الوقيته انا مسخنه الفران ديالي على 180 درجه، غندخل الغريبه ديالي الطيب، الحراره تكون من الفوق ومن التحت، غنديرها ان شاء الله الوسط، وغنحسب لها ما بين 5 حتى 6 دقائق، ما تفوتوهمش. وان فوا الطيب وتخرجوها ما تحيدوهاش من الطاوه ديالتها حتى تبرد وتشد راسها. هنا ذوبت الشكلاط ابيض، شوفوا معايا راه ما كيعذبش ملي كتجيو تذوبوه، دغيا تيذوب وما كيكونوش فيه ديك التكتلات. غناخذ معايا رقه صغيره
وغنعمر هادوك الحفيرات اللي درت في هاد الغريبه، ومن بعد غندير نقيطات بالشوكولا نوار، ومن الاحسن نخليه حتى شويه يشد تبرد شويه هاد الشوكولا بيضاء، عاد ديروا ديك النقيطات، يكونوا هاد النقيطات بالشوكولا نوار يكونوا شويه كبار باش تبان بحال شكل العين. انا وريتكم جوج ديال التقنيات باش تقادوا ديك النقيطه بالشوكولا نوار، اما تستعملوا لابوش هكا ادويل اولا بلاستيك، مهم يكون غير بلاستيك غذائي، ديروا فيه الشوكولا منين يذوب وكتبقاو ديروا نقيطات الوسط. مهم كيف قلت لكم نقيطات تكونوا شويه كبيبرين غير باش يجيكم الشكل بحال العين، ويجيكم من بعد لا فينيسيون تكون زوينه. وصلنا لنهاية الفيديو، كيف شفتوا معايا مكونات بسيطة وجدنا غريبة دايزها الكلام، لذيذة بزاف، بنينة، مذاق الكاوكا والشوكولا كيتواتاو بواحد الشكل كبير، كيجي جلجلان فيها مقرمش من على برا وهي معلكة من الداخل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح معاكم، وما تنسوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وشكرا على المتابعة، خليتكم على خير، الى فيديو قادم بإذن الله.